مساء الخير، النهارده موعدنا مع درس جديد من دروس البوب اب اسمه اكسترا كرايسيس. عرضنا حلقه منه، النهارده هنعرض حلقه كمان نفس الحلقه اللي فاتت، ولكن التاني بدل ما هيكون للخلف هيكون للامام. احنا عملنا التاني للامام وكنا لاصقين عليه طائر. لا، ازاي ان انا اعمل نفس الزاويه بس اوسعها شويه واعمل الطي للامام بالطريقه دي، بدل ما يكون الطي للخلف. لا، يعني المره اللي فاتت الطي ده كان للجهه الثانيه، لا، ازاي ان الطي بتاع الحرف في ده يكون للامام والصق حاجات هنا والصق حاجات في الداخل هنا واعمل مشهد. هنشوف دلوقتي طريقه التصميم، لكن اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناه، تعملوا لي تعليقات، تستمر القناه معكم. ما زلت مع دروس الاكسترا كرايسيس. عملنا الشكل ده ووظفناه، قلنا ممكن نعمله جذع الشجرة او ايا كان الشكل اللي احنا عايزينه. اكسترا كرايسيس تانية، ولكن الطي بدل ما يكون للخلف الطي هيكون للامام. هنحتاج ورقة اللي هي بتشكل الارض، وهنحتاج قطعة من الورق المستطيلة، وبنفس الآلية هنعمل الثاني اللي تحت اللي هناخد منه خط الثاني والجزء اللي فوق، بس بدل ما اعمله للزاوية فوق زي المرة اللي فاتت، لا، هعمله كده، هسيب المسافة دي وهتني كده برضو نفس الشيء، وهاجي على الاسفل واجي قصة اخد بس شريط الطي بتاعي واجي فرداه واجي عاملة ده الفي فولد بتاعي ده عاملاه هنا، وممكن بقى الجزء اللي زايد ده تشيلوه بالشكل ده. فاداني ايه؟ اداني طية في بس للامام مش للخلف. بالشكل ده، واقدر الصقها بالطريقه دي واعملها اي شيء انا عايزاه، ممكن اعملها اوظفها في اي طريقه او اي شكل انا عايزاه. هاجي هنا وهاجي ايضا على خطوط اللصق بتاعتي واجي لصقه، واصبح عندي برضو كده طي للامام بطريقه مختلفه، واقدر اوظفه بالشكل اللي انا عايزاه، ونفتح الزاويه ونقفلها بالطريقه اللي تناسبنا بالشكل ده. ده احد اشكال الطي، الطي للامام، واقدر هنا ايضا اوظف او احط اشكال او احط كائنات زي ما انا عايزه، ونقدر نقربها خالص كده ونغير برضو من شكل اللصقه على حسب التصميم اللي انتوا عايزينه. خلصت الحلقة، أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر القناة معكم. شكرا لكم.